لله أولا بعقله بالدليل، فإذا مارس ما وصله علمه إليه بأعمال توافق هذا العلم ورثه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم، فيترقى إلى حال أعلى فيدرك الأشياء لا بعقله وقلبه بل بروحه التي هي من عالم الأمر، فإذا أدركها بروحه ترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، إلى حق، إلى عين اليقين. فإذا ترقت الروح ولطفت لطافة بحيث أنها هجرت كل ما لها من دنيا ولم تنظر إليه بالكلية صارت سرا، ففي هذه الحال يترقى من عين اليقين إلى حق اليقين. كل هذه الأشياء ربما تكون مدارك مختلفة لأمر واحد، لأن الإنسان نفسه ليس حاجة واحدة شيئا واحدا، بل هو مركب من أشياء كثيرة. يقول: هذه عبارات عن علوم جلية، فاليقين هو العلم الذي لا يتداخل صاحبه ريب على مطلق العرف، يعني يداخل أحسن، هو كاتب في الهامش يداخل وهي الأظهر. فاليقين هو العلم الذي لا يداخل صاحبه ريب، لا يداخل صاحبه ريب على مطلق العرف، اللي هو اللي احنا بنقوله الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. لانه لو كان اعتقاد جازما مطابقا للواقع ليس عن دليل يسمى مقلد، فان كان اعتقادا جازما مخالف للواقع فيسمى ضلال، فان لم يكن عنده اعتقاد اصلا يسمى جاهل، وان كان ليس عنده اعتقاد جازم ولكن هو متشكك ومستوي الطرفين يسمى شك، فإن كان عنده طرف راجح يسمى ظن، وإن كان طرف مرجوح يسمى وهم. يبقى دي درجات العلم. ونحن اليوم نتكلم على الدرجة الأولى، أعلى درجة، وهي اليقين، وهي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. تعتقد هذه معنى هذه الكلمة اعتقادا جازما، وكيف تدلل على أنه لا إله إلا الله، وكيف تدلل على أن محمد رسول الله، فتكون عالم. إن اعتقدت اعتقاد لأنها مطابقة للواقع، فإن كان عندك دليل فتكون عالم، إن لم يكن عندك دليل تكون مقلد. مقلد ولكن لأنه اعتقاد جازم مطابق للواقع لكن لا دليل عنده. يسألك الناس كيف تدلل على أنه لا إله إلا الله، وكيف تدلل على أن سيدنا محمد رسول الله، فإن لم تستطع فأنت مقلد، والمقلد ينجو لو مات على تقليده، لكن هو على خطر عظيم، لأنه لو لم يكن معه دليل ممكن يتشكك، ممكن لو تعرض لشكوك وظنون واطلع على ما يوجد في وسائل الإعلام المختلفة الآن من التشكيك، وليس الآن فقط، طول الزمان في كل زمن كان هناك مشككين، فإن لم يكن عنده دليل يتشكك فيتزلزل. وعلشان كده الزلازل التي تأتي في النفوس الآن أشد من الزلازل اللي في الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قاربت الساعة كثرت الزلازل، والآن الزلازل في صورة زلازل في اعتقادات الناس أكثر منها زلازل في الأرض. ولا يطلق في وصف الحق سبحانه، ما نقولش ربنا سبحانه وتعالى متيقن، لكن نقول عليه عالم عليم، لكن ما نقولش عليه متيقن، مع ان المعنى صحيح. ليه لا نطلقها؟ لعدم التوقيف، ما فيش، لان لم تأتي لم ترد مسموعة في صفات الله عز وجل، لعدم التوقيف. فعلم اليقين، لان اليقين هو العلم، مش كده برضو؟ ما هو اليقين مرادف للعلم، لكن احنا ما نقول ان الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم لكن لا يوصف باليقين، لماذا يوصف بالعلم ولا يوصف؟ لعدم التوقيف، لكن المعنى صحيح. فعلم اليقين هو اليقين، وكذلك عين اليقين نفس اليقين، وحق اليقين نفس اليقين. يعني الإضافة بيانية أكثر منها لبيان قوة الجزم، قوة الجزم نفسه لبيانه أو مدركه، فإن كان مدركه من العقل سمي علم، مدركه من الروح سمي عين، إن كان مدركه من السر سمي حق.
فيبقى على حسب المدرك يتتفاوت. لكن هي المسألة كلها تجدها أنها إضافات بيانية فقط، علم يقين، أضفنا اليقين للعلم وأضفنا اليقين للعين، وأضفنا أو أضفنا العين لليقين والعلم لليقين والحق لليقين، فهي إضافة بيانية فقط. فعلم اليقين على موجب اصطلاحهم، اصطلاح بقى الصوفية، يبقى احنا لو اتكلمنا على المسألة دي عند المناطقة قد يكون عندهم طريقة في التعريف مختلفة، او عند الفلاسفة قد يكون عندهم طريقة مختلفة، ولكن هو يريد ان يتكلم في اصطلاح اهل التصوف. فعلم اليقين على موجب اصطلاحهم ما كان بشرط البرهان، البرهان اللي هو الدليل. فطالما بشرط الدليل، الدليل يبقى ده غذاء العقل، الدليل يبقى كأن مدركه العقل، لأن الدليل والبرهان محله العقل. وتملي الإنسان قد يعقل الشيء ولكن يغفل عنه. فعلم اليقين ما ينبنيش عليه أن الإنسان يبقى عايش مع الشيء ليل نهار، بالرغم أنه أدركه بعقله، لكن قد يغفل عنه أحيانا كثيرة. انظر إلى الإنسان مثلا يدخن، والتدخين معروف أنه ضار بالصحة، فتجد بعض الأطباء وهم دارسون هذا الموضوع، بالرغم أنه دارس الموضوع عارف أنه ضار، تجده مدخن. هو أدرك هذا الأمر بعقله لكن غفل عنه في التطبيق. ولذا اللي عنده علم اليقين قد يغفل في التطبيق والسلوك عما علمه. ولذا تجد عوام المسلمين عندهم علم يقين، ولكن كثير منهم غافل، وكثير منهم يعصى رب، لأن هكذا مدرك العقل، يدركه بالبرهان ثم بعد ذلك يغفل عنه كثيرا. لكن إذا تعمق الأمر ووصل إلى الروح تقل الغفلة، يقل الغفلة، يبقى غالبا ذاكر لما هو فيه. فإذا تعمق إلى السر يغفل عن كل شيء عما سوى ما هو في سره، حتى عن نفسه، فتصير حياته هي هذا الأمر، هو ما تيقنه. ولذا يقول: فعلم اليقين ما كان بشرط البرهان، وعين اليقين ما كان بحكم البيان، اللي هو الكشف. يعني زي ما اديت لك مثال قبل كده، لما تعرف ان الشيخ بيجي في سيارة ماركة معينة وليها رقم معين، تشوف السيارة تعرف تقول ده الشيخ جوه. فرؤيتك للسيارة رؤية الدليل، يسموه علم يقين. تيجي بقى تدخل تلاقي الشيخ قاعد، ده اسمه بقى عين يقين. وبعدين قعدت بدأت تسمع الشيخ وتفهم عنه وتتلقى منه، بقى حق يقين. فهمت المسألة؟ بالترتيب كده. فيبقى عين اليقين ما كان بحكم البيان، وده محله الروح، لأن الروح جاءت من عالم الأمر، من عالم الغيب، ولا شك أن الله غيب. فالروح عندها القدرة على إدراك المغيبات، والعقل ليس عنده قدرة إلا على إدراك المحسوسات. ولذا جعل الله سبحانه وتعالى العالم له جزء حسي ملك وجزء غيبي ملكوت، حتى يكون للعقل غذاؤه وللروح غذاؤه. فجعل الملك سماه العالم، العالم لأنه علامة على خالقه، حتى تصل من المحسوس إلى غير المحسوس فتدرك. لكن لما كانت الروح من عالم ليس فيه كثافة، ليس فيه حس، فأصبح إدراكها إدراك الغيب أقوى عندها. فإذا تصفى العقل وانطلق من عقاله إلى الروح التي هي جاءت من عالم الأمر، يكون إدراك الروح أعلى. فإدراك الروح هنا يكون كأنه يسموه البيان، البيان اللي هو نوع يسموه الكشف. وده تتوالى هذا الأمر على القلب توالي كثير، بحيث يقل غفلته. فتملي الإنسان اللي عنده عين يقين قليل الغفلات، واللي عنده علم اليقين كثير الغفلات، واللي عنده حق اليقين لا غفلة عنده. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تنام عيني ولا ينام قلبي. لا غفلة،
لا توجد غفلة أصلا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيمانه أرقى إيمان، أرقى إيمان في الخلق أجمعين، أرقى حتى من إيمان الملائكة، وأعلى حتى من إيمان سيدنا جبريل، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد بحق. فإن اختصرنا الأمر كله خالق ومخلوق، فالخالق هو الله والمخلوق هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختصرنا الأمر كله بين عابد ومعبود، فالعابد هو رسول الله والمعبود هو الله. فكأن العبودية الحق تمثلت فيه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كان يقول تنام عيني ولا ينام قلبي، فلا غفلة أصلا. فحق اليقين كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب في حق اليقين في مبدئه ومنتهاه. وحق اليقين ايضا درجات، فلا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة يرتقي من حق الى احق ومن احق الى احق، حتى يصل الى مرتبة لا تكون الا لعبد واحد يرجو ان يكون هو هذا العبد صلى الله عليه وآله وسلم، مرتبة من الادراك ومرتبة من اليقين، حتى انه يلهم بهذه المرتبة محامد لم يحمده، لم يحمد الله بها قط قبل ذلك، يلهمها صلى الله عليه وسلم، ولا يلهمها ملك مقرب ولا نبي مرسل قبله صلى الله عليه وسلم، لتدرجات الترقيات في مقام حق اليقين. وعين اليقين ما كان بحكم البيان، وحق اليقين ما كان بنعت العيان اللي هو محله السر بقى الذي تقل فيه الغفلات. فعلم اليقين لأرباب العقول يبقى مكاسب، بيكتسب، طالما عقلي يبقى أمر يكتسب يتعلم، لأن العقل تقدر تعلمه، تديله أدلة وأسباب وبراهين، فيبتدي يتعلم ويرتب الأمور والنتائج، ويستنتج من النتائج، يستنتج من المقدمات النتائج وهكذا. فيبقى إيه؟ يبقى علم اليقين لأرباب العقول يبقى ده مكتسب، تعرف على طول انه مكتسب. وعين اليقين لأصحاب العلوم اللي هم العلوم الذوقية، العلوم الذوقية السلوكية، عندما يعمل بمقتضى علمه فيورثه الله علم ما لم يعلم، اللي هم يبقى دي مواهب، يبقى الأمور الذوقية دي مواهب وليست مكاسب، يعني هبة من الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء. وحق اليقين لأصحاب المعارف أيضا مواهب، لأنها من أحوال إلى مقامات. عين اليقين دي مواهب من الله، هبة، أنت بتبدأ بعلم اليقين وتعمل وتسلك بمقتضى علمك، ثم تترك نفسك مع الله فيهبك ما يشاء، يرقيك كيف شاء، فتبقى كلها هبة من الله، مبدأها كسبي وفي الحقيقة وهمي. فالمبدأ الكسبي هو ايه؟ علم اليقين، ثم بعد ذلك تأتي كلها مواهب، وإن كانت الأمور كلها بتوفيق الله عز وجل. حتى المكاسب هي أيضا مواهب لو نظرت للأصل، لكن هي المسألة تقسيم لتفهم، لأن الله سبحانه وتعالى حتى إذا تعلمت الدليل واستسغت الدليل واستنتجت منه، فالذي علمك هو الله، والذي وفقك لهذا هو الله، والذي أعتق الإدراك هو الله. فهي أصلا كلها مواهب من الأصل، لكن إحنا بنتكلم إن في أشياء لك يد في تحصيلها وأنت مسؤول عن هذا وتساب على تحصيلها، وفي أشياء تأتيك بغتة من الله بلا تحصيل. فالذي يأتيك بغتة بلا تحصيل يسمى مواهب، والذي يأتيك بتحصيل يسمى مكاسب، والكل من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والكلام في الإفصاح عن هذا بحال تحقيقه يعود إلى ما ذكرناه، فاقتصرنا على هذا القدر على جهة التنبيه. يبقى الإنسان بعلم اليقين يعرف إن هناك إله موصوب بالصفات كذا، وأنه يجب في حقه كذا، ويستحيل في حقه كذا، وممكن في حقه كذا وهكذا، ده بعقله. ثم بعد ذلك، وعليكم السلام، ثم بعد ذلك يرتقي
بممارسته لموجب هذا العلم الى حال يرى ان الله سبحانه وتعالى فاعلا في الاكوان، وان الاكوان ليست فاعلة بذاتها، بل الله هو الذي يفعل فيها، فيتعامل مع الاكوان كأنه يتعامل مع الله لا مع الاكوان، فيرق الحجاب. فاذا رق الحجاب علم ان ما في الاكوان ما هي الا اثر السكات، فيجمع كل الكثرة التي في الاكوان الى صفات محدودة، فيرتقي بعد ذلك الى مقام جمع الشمل، يشلم شمله، ثم بعد ذلك يتعامل مع الصفات. فهناك من يتعامل مع الافعال، وهناك من يتعامل مع الصفات. فاذا ارتقى اكثر وكان من اهل حق اليقين، تعامل مع الذات اللي هو مقام الاحدية اللي هو جمع الجمع. يبقى كأن علم اليقين فرق، وحق وعين اليقين جمع، وحق اليقين جمع جمع. تمشي برضو كده. كل دي مواجيد، كل دي بتبقى يعني مواهب تأتي للإنسان من خلال نظرتك. أنت نظرتك للأكوان الآن غير نظرتك من 10 سنوات، ودرجة إيمانك وإدراكك بأنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله غير إدراكك وأنت طفل. فهل تسمى وأنت طفل كنت اعتقادك جازم، ولكن الآن أيضا اعتقادك جازم، ولكن تتفاوت لأنك وصلت إلى درجة من النضج لم تكن قبل ذلك وصلتها. وكذلك إذا اجتهدت، فما بالك لو اجتهدت أكثر؟ فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. فاقتصرنا على هذا القدر على جهة التنبيه. يبقى هو يعني هو كلامهم كله بيدور ويحوم حول الترقي من العلم الدليلي البرهاني الى العلم المعايشة، انك انت تصل لمرحلة تشعر ان الدليل حجاب، تشعر حتى ان الدليل نفسه حجاب. فانت في الاول تشعر ان الدليل موصل، فاذا وصلت استوحشت الدليل. انت تأخذ سيارتك لتصل الى بيتك، فهل تدخل بيتك بالسيارة؟ تترك، لا حاجة لك بها الان. فاذا دخلت البيت محتاج السيارة؟ خلاص مش محتاج السيارة، ما انت بقيت في البيت بقى خلاص. يبقى السيارة دي هي دي الوسيلة، هي دي الدليل اللي يوصلك لمراد فقط. فانت تبدأ مع الله بالدليل من خلال العالم. فاذا تعاملت مع العالم على انه من الله، تعاملت مع الله لا مع العالم، فتجد الله في كل شيء. ولذا في الحديث القدسي: مرضت ولم تعدني، قال: كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال: اما علمت ان عبدي فلان مرض؟ اما لو زرته لوجدتني عنده؟ جعت ولم تطعمني، قال: كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال: الم تعلم ان جارك فلان كان جائعا؟ اما لو اطعمته لوجدتني عنده. يبقى صار الانسان بعدما ارتقى من الادلة لا ينظر للبشر على انهم متعددين، ولا ينظر على المواقف انها متعددة، بل ينظر ان الامر واحد. قل ان الامر كله لله. شوف ما بقاش شركاء متشاكسون بقى، ما بقاش الحكاية منكفة في الاكوان، بقت الحكاية كلها انك انت شاعر ان الله سبحانه وتعالى كل حركات الاكوان ما هي الا ايادي تمتد اليك لتوصلك اليه. هذه الايادي قد تكون ايادي جمال وقد تكون ايادي جلال. فان كانت ايادي جمال تكون مصحوبة بالحلاوة، وان كانت ايادي جلال فتكون مصحوبة بالمرارة. ولكن الكل يريد ان يأخذ بيدك اليه سبحانه وتعالى. فاذا نظرت للاكوان بهذه النظرة تجد انك انت ارتقيت من حال الى حال اخر، فتجد انك انت ترضى عن كل شيء وترضى بكل شيء، وتجد العطاء في عين المنع والمنع في عين العطاء. ولذا يقول سيدنا جلال الدين الرومي، يقول ايه؟ يقول: اذا احب الله عبدا ابتلاه، فاذا صبر اجتباه، فاذا شكر اصطفاه. هي المسائل تدرج. يبقى ربك سبحانه وتعالى اما يحب عبد الاول يبتليه بالتعامل مع الاكوان بقى. فهذا البلاء لما يصبر على التعاون مع الاكوان ويقابل السيئة بالحسنة،
ولا يكون إمعة، إذا أساء الناس يسيء وإذا أحسنوا يحسن، بل يوطد نفسه أن يتجنب إساءتهم ويحسن إليهم، ثم بعد ذلك يرتقي إلى أعلى من هذا فيعطي من حرمه ويصل من قطعه ويعفو عن من ظلمه ويصبر على هذا، تجد ربنا سبحانه وتعالى بقى خلاص بقى يصطفيه يخليه بقى من أهل الاكتباء. فلما يبقى من أهل الاكتباء يجد ان كل ما يحدث حوله من محن ومن منح هي من الله، فيجد ان الكل منحة والكل من الله، فيستوجب الشكر فيشكر، فيشكر حتى على البلية، ويشكر حتى على الرزية، ويشكر حتى على النعمة. فاذا شكر بقى مصطفى اصطفاه، ادي المعنى. فكل المراحل دي ايه؟ تدرجات. يبقى الانسان في الاول في علم اليقين يبقى مبتلى، وفي في عين اليقين يكون مجتبى، وفي حق اليقين يكون مصطفى. كل دي درجات، تجد كل كلامهم يعني بيلف ويدور حول هذا المعنى. ومن ذلك الوارد، احنا قلنا قبل كده الخواطر، اتكلمنا عليها الخواطر، فالوارد اخص من الخاطر. الوارد لا يطلق الا على الحاجة الجميلة اللي هي الكلام اللي في السر الذي يأتي في السر بدون كسب، ويكون غالبا في الخير، ويمكث كثيرا، يروح ويجي يروح ويجي كتير، يتردد، عشان كده وارد. انما الخاطر قد لا يمكث، وقد يكون خاطر ظلماني، وقد يكون خاطر ملكي، وقد يكون خاطر حقي، والخاطر الظلماني قد يكون شهواني نفسي، وقد يكون شيطاني، انواع كما تكلمنا قبل ذلك. لكن الوارد هذا يكون في الخير فقط ويتردد كثيرا الوارد. اما الخاطر قد يتردد كثيرا، فان تردد كثيرا سمي وارد، وقد يكون في لحظة ولا يتردد مرة اخرى فيسمى خاطر فقط. وقالوا ان برضو اذا كان ظلمان يسموه هاجس، والهاجس ده يبقى وسواس اذا كان من الشيطان، وهكذا يعني، ويبقى تسويل ان كان من النفس، لان الشيطان يوسوس والنفس تسول. كل دي يعني اصطلاحات وكلام لحاجة واحدة انت عايشها ليل نهار مع نفسك، فعلشان كده لا مشحة في الاصطلاح. فلما تيجي واحد يكلمك عن المعنى ده ويكلم، تبقى انت بتفهم بقى، خليك انت راجل ذكي بقى وافهم بقى وعديه، ما تقعدش كل شويه تقول له ايه دليلك، ليه بتقول لي كده، وتقفل على نفسك. ايه؟ خد الحكمه ضلت المؤمن حيثما وجدها هو احق بها. الوارد، ويجري في كلامهم ذكر الواردات كثيرا. والوارد ما يرد على القلب من الخواطر المحموده، شوف يبقى قيد الخواطر بالمحموده، يبقى هو اضيق من الخاطر، مش كده برضه؟ لان الخاطر يدخل معاه الظلماني كمان، يبقى هو اضيق بينهما، يقول لك بينهما عموم وخصوص. ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة مما لا يكون بتعمد العبد، يعني وهبي لا كسبي. طالما بغير تعمد من العبد يبقى وهبي وليس كسبي، يعني كده حاجة تهبط عليك كده وانت قاعد كده، فجأة يجي لك وارد قبض، وارد بسط، وارد حزن. قد يكون معلوم السبب في الاول احيانا، وقد لا يكون معلوم السبب. يعني ممكن الانسان مثلا يحضر في عزة ويلاقي مثلا واحد صاحبه صديقه كان قاعد معاه امبارح مات النهارده، يوم هو الحادثه دي تكون سبب انه يجيله قبض شديد وخايف من القبر، حاسس انه هيبقى زي صاحبه وهيدخل القبر على طول، يوم ايه يعني يسيطر عليه وارد قبض شديد وخوف شديد وهيبه شديده، يكون ليها سبب، لكن هذا السبب يعني مش هو المباه، هي من الله، لكن السبب ده جه زي ما تقول ايه، حاجه كانت اظهرتها. واحيانا يكون ملوش سبب، احيانا يكون الوارد لا سبب له، تجده كده من الله كده، يجي لك يعني حزن كده، تلاقي عندك حزن وقبض وزهد في الدنيا كده، مش عايز منها حاجه، وساعات تبقى انت راضي عن كل حاجه وشايف الحكمه في كل حاجه، حتى شايف الحكمة في هزيمة المسلمين، حتى شايف الحكمة في جوع الجائعين، في مرض المرضى، فتجد انك انت راضي عن كل حاجة وتنظر لكل حاجة، تحس انك انت مش مفيش حاجة مقلوبة عشان تتعدل اصلا، كله معدول،
يبقى ده برضو وارد علم، وارد علم وارد حكمة. واحيانا يأتي لك، يبقى الواردات دي انت مالكش دخل في دي، بتجي لك فجأة كده من الله، تهبط عليك من السماء. وكذلك ما لا يكون من قبيل الخواطر فهو ايضا وارد، يعني ساعات ما يكونش من قبيل الخواطر يبقى برضو وارد. زي مثلا الوارد لما يستقر شوية يسموه هم بقى، لان الوارد يروح ويجي، زي انت ما تروح تشرب وترجع يسموه وارد. يرد الماء، هل انت بتروح عند المية تفضل قاعد طول النهار تقول لي احسن حعطش، وانا امشي بقى ليه، ما انا حعطش بعد شوية، ما انا خليني قاعد، ما بتعملش كده. انت تروح تشرب وبعدين تسيب مكان المية وعارف انك هترجع تاني تشرب، عارف، بس ما بتقعدش جنب، صح؟ فكذلك الوارد ما يقعدش معاك، ولا انت تقعد معاه، ده يروح ويجي. لكن الهم يقعد معاك، قايم نايم بيه. يبقى الوارد اذا قوي يبقى يسموه هم، كويس. طب اذا قوي قوي الوارد الهم ده وصار يتطلب منك انك انت تنفعل معاه بعمل معين، يسمى بقى الهم ده بقى انقلب الى عزم. فاذا صاحب الفعل كان نية، مش كده برضو؟ فالنية هي القصد المطابق لايه؟ للعمل، في اول العمل، النية الشرعية دي. وربك سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بالهم، ولا يؤاخذ بالوارد، ولا يؤاخذ بالخاطر، ولا بالهاجس، ولا يؤاخذ بالاشياء دي كلها، لا يؤاخذك به، لكن يؤاخذك بالعزم. العزم اللي هو اقوى من الهم، يؤاخذ بالعزم. فان عزمت على طاعة فلم تفعلها كتبت لك حسنة، فان فعلتها 10 حسنات. والسيئة ان عزمت قد تكتب سيئة واحدة، ولو فعلتها برضو تكتب سيئة واحدة، قد تكتب في العزم على حسب درجة العزم. وعشان كده ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يبقى في بعض الأحوال يحاسب الله على العزم، أحيانا في مجال الحسنة غالبا، وفي مجال السيئة أحيانا، لأن رحمته سبقت غضبه. لكن عند العمل ما احنا قلنا أحيانا بقى، كل حسب، لأن نفس العزم ده برضو مش خط كده، ده مساحة. العزم ده مساحة كبيرة، لما تكون لسه في أوله فأنت قرب الهم ما تتحسبش، لما تبقى في آخره خلاص هتنفذ فقد يحاسب سبحانه وتعالى. في الحرم بيحاسبك على العزم. أي ومن يرد فيه بإلحاد، لا الهم لا. في ناس قالوا إن الأصل برضه التفاصيل ده كل واحد يبتدي يعرفها بطريقة، لكن لما تيجي تسمع تعريف ده وتعريف ده وتعريف ده تلاقي ان مفيش الخلاف لفظي، الخلاف لفظي مش معنوي، مش في المعنى ده، هو الخلاف في التعبير بس، ان كل واحد بيحاول يضيقها لك بطريقة معينة، لكن انت تفهمها بقى، مش انت بتفهم، ادم بتفهم. لما تكون واحد خلاص نوى عايز يشرب خمرة، مجرد عايز، لكن ايه ما بيحطهاش في مخه قوي، اصل بيقولوا له الخمره دي بتفسد وانت راجل منكد كده طول النهار، ايه ده، ما تشرب لك كاس كده تفرفش. فكل ما ينكد والنكد يزيد عليه مخه يجي له كده اشاره يقول لك ما جرب كده، لا اعوذ بالله، خلاص ده مش هيتحاسب على الحكايه دي. لكن مره في مره ابتدت تسيطر عليه، رايح جاي قايم نايم عايز بقى خلاص يجيب، وبعدين فتح المحفظة وبيطلع الفلوس، وبعدين جاب الجزمة ولبسها ونزل ودور العربية وبيدور على واحد خمرجي بيبيع خمر، وبعدين ما لقاهوش فاتح رجع بيته. هتقولي شرب خمرة؟ ده زي الاول؟ يبقى بتتفاوت ولا ما بتتفاوتش؟ طب خلاص بقى، يبقى سيبها الامور واسعة بقى، سيب ربك بقى هو اللي ايه يعامل عباده سبحانه وتعالى، لان الامر صعب، الامر صعب، تقييده يعني تكييفه بكل درجة من الدرجات دي، وده ياخد ايه وما ياخدش ايه، سيبه لربك احسن. لكن الاحسن انك انت تسأل الله سبحانه وتعالى العصمة، وان ربنا يحفظك، واخد بالك؟ ما دي طبعا لا شك ان هو ربنا سبحانه وتعالى ما يعني ما سهلوش المعصية دي، برضو نوع رحمة.
واحيانا يبقى الرحمه ان يسهل له المعصيه. ده احيانا الرحمه ان يسهل له المعصيه عشان يدوقه ذل المعصيه. يوم يروح يجيب الخمره ويشرب الخمره ويسكر وكل اهل الحي يضربوه بالشباشب، وهو كان راجل محترم، يجي فوق يلاقي نفسه اتضرب علقه بالشباشب، يوم يكره الخمره طول عمره، عمره ما يجرب لها تاني، ويتوب توبه نصوحه. ولا كل ما تيجي في باله افتكر العلقه. يبقى كانت بالنسبه له التوفيق ليها كان رحمه، وان كان في ظاهرها خزي، وهكذا. فانت يعني انت الامور تترك حكمه الاشياء دي كلها لله، يقدرها كيف شاء لعباده، لانه هو بعباده خبير بسيط، يعرف ايه اللي يصلح عباده بيعمله معاه. ففي من عبادي من لا يصلحه الا المعصيه يذوقها حتى يصل الى درجه التوبه والندم، فمش هيدخل الى الله الا من باب الندم والتوبه، وهو مش هيعرف يجرب الندم والتوبه الا لما يعمل المعصيه ويتلطخ بيه. فهمت ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى يلطخه لحد ايه؟ ما ياخده سبحانه وتعالى اليه. ادي المساله. واحيانا الطاعه تكون سبب حجاب، يوفقه للطاعات يقوم يتكبر، يقول ايه ده الحلاوه دي، ده انا بعمل لعمايل، ده انا مفيش احلى مني، مفيش احسن مني، يبقى معجب بنفسه. يبقى اللي عامل المعصيه وندمان عليها احسن من اللي عامل الطاعه وفرحان بيه، وهكذا. يبقى الامور كلها متروكه، والامور كلها متروكه لله عز وجل. انت المفروض تتعامل مع الله وتسال الله السلامه والتوفيق، واخد بالك، وتعذر الناس، واخد بالك، ولكن ما تعذرش نفسك. انت بس تعذر الناس لكن ما تعذرش نفسك، لان لو عذرت نفسك، اصل النفس دي بشعه، اصل هتيجي، هنتكلم في النفس النهارده. يلا خلينا نتكلم لما تيجي. ثم قد يكون وارد من الحق ووارد من العلم. يبقى الوارد اللي جاي من الحق ده ملوش سبب واضح، والوارد من العلم ليه سبب واضح. زي ما قلت لك، شفت مثلا واحد مات، رحت زرت المقابر، رحت سمعت وعظ او حاجه او حادثه معينه اتحكت لك فاثرت فيك، كل الحاجات دي تبقى وارد علم، جايه لك بسبب علم علمته. وقد تكون وارد حق، يعني جايه لك كده فجاه بلا سبب واضح. فالواردات اعم من الخواطر، لان الخواطر تختص بنوع الخطاب او ما يتضمن معناه، والواردات تكون وارد سرور ووارد حزن ووارد قبض ووارد بسط الى غير ذلك من المعاني. بيقول الشيخ العروسي هنا ناقلين عنه في الهامش، بيقول ذلك باعتبار حال السالك، اما العارف فهو دائما في حال جمع الحقيقه، لا احساس له بشيء من سرور او حزن، فحينئذ يكون وارد السرور وضده من واردات العلم لا من وارد الحق. يعني الواردات والتغيرات، ما احنا قلنا التمكين والتلوين قبل كده، فاكرين التلوين والتمكين؟ ان اهل التمكين عندهم مهما تغيرت الاحداث حولهم وفي قلوبهم، هم حالهم مع الله ثابت لا يتغير، فهي تتلون امامهم، لكن التلونات كلها زيادة تعريفات لا تغير سلوكيات، فهي مجرد زيادة تعريف لا تغير سلوك. فان كانت تغير سلوك يبقى في اهل السلوك، وان كانت مجرد وارد تعريف يبقى زيادة تمكين. ومن ذلك لفظ الشاهد، كثيرا ما يجري في كلامهم لفظ الشاهد، فلان بشاهد العلم، يعني متلبس بالشيء، وفلان بشاهد الوجد، وفلان بشاهد الحال، ويريدون بلفظ الشاهد ما يكون حاضر قلب الإنسان. يعني انت قلبك في ايه الوقتي؟ انت الوقتي بتفكر في دنيا، انت بشاهد الدنيا، بتفكر في الآخرة، انت بشاهد الآخرة، انت الان بتفكر مثلا في حضرة النبي، انت بشاهد ايه؟ الحقيقة المحمدية او الحضرة المحمدية، وهكذا. انت بشاهد ايه الوقتي؟ انت الوقتي ايه اللي في مخك؟ انت الوقتي بتحضر الدرس بشاهد العلم، بتحاول تتعلم لعل الله سبحانه وتعالى يعلمك، فانت الوقتي حاضر بشاهد العلم. فقد تكون حاضر في جلسة العلم لكن انت قلبك مشغول بحاجة تانية، تبقى قاعد معانا بقالبك لكن قلبك بحاجة تانية. فشوف انت قلبك فيه ايه، تعرف انت بشاهد ايه، يعني حاضر ايه. ما يكون حاضر قلب الانسان وهو ما كان الغالب عليه ذكره، حتى كأنه يراه ويبصره وان كان غائبا عنه. فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره فهو شاهده، فان كان الغالب عليه العلم فهو بشاهد العلم،
وإن كان الغالب عليه الوجد فهو بشاهد الوجد. ومعنى الشاهد الحاضر، فكل ما هو حاضر قلبك فهو شاهدك. وسئل الشبلي عن المشاهدة فقال: من أين لنا مشاهدة الحق؟ هم فاهمين إن الصوفية ما يقول لك المشاهدة يعني بيشاهد الحق كده، الناس العوام متصورة كده، واخد بالك؟ فبيسألوا سيدنا الإمام الشبلي يقول له عن المشاهدة: من أين لنا مشاهدة الحق؟ الحق لنا مشاهد. يبقى تحققنا بأن الحق لنا مشاهد، هي دي المشاهدة بتاعتنا. أما الله سبحانه وتعالى فلا يشاهد في الدنيا، واضح؟ هي دي المسألة، المعنى. يبقى تحققك بأن الله معك، الله قادر عليك، الله ناظر إليك، التلاتة دول لما تتحقق بيهم ليل نهار فلا تغفل عنها، يبقى أنت كده بشاهد الحق. فهمت إزاي؟ أشار بشاهد الحق إلى المستولي على قلبه، والغالب عليه من ذكر الحق، والحاضر في قلبي دائما من ذكر الحق. ومن حصل له مع مخلوق تعلق بالقلب يقال إنه شاهد. الناس اللي بيحبوا بعض، الجماعة اللي في السيما دول، العشاء دول اللي تسمع عنهم يعملوهم روايات، ومجنون ليلى والحاجات دي، تلاقي قلبه تعلق بشخص معين، قايم نايم صاحي يجيب سيرته، خدت بالك؟ يعني مجنون ليلى لما يشوف اي ست ماشية يقول لها ليلى، كل الستات عنده بقت ليلى خلاص، هي كلها اجتمعت في ليلى، يجوا يقولوا له انت جعان يقول لهم ليلى، طب انت عطشان ليلى، قالوا عليه مجنون ليلى. ليه؟ استولت عليه استيلاء تام، خدت بالك؟ زي برضو واحد استولى عليه الفلوس، كل حاجة مالي 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 مالي، يجي ينام يقوم ماله ماله، كل همه الأرصدة بتاعته والبنوك والمصانع والأسعار والدنيا، بقى دي مستولية عليه ليل نهار هو قايم فيه. فكل إنسان لما يستولي عليه شيء يبقى بشاهد هذا الشيء. ومن حصل له مع مخلوق تعلق بالقلب يقال إنه شاهده، يعني أنه حاضر قلبه. فإن المحبة توجب دوام ذكر المحبوب واستيلائه عليه. وبعضهم تكلف في مراعاة هذا الاشتقاق فقال: إنما سمي الشاهد من الشهادة، يعني المعاينة، ده من باب إيه؟ التمثيل للمعنوي بمحسوس، بس محسوس يؤدي إلى الشبهة الكبيرة عند ناس كتير. وعشان كده للاسف ان الناس اللي ما فهموش اهل التصوف في كلامهم اشتبه عليهم هذه الالفاظ، فقالوا اهل التصوف دول بيقولوا كلام يودي في داهيه. فكانه اذا طالع شخصا بوصف الجمال فان كانت بشريته ساقطه عنه ولم يشغله شهود ذلك الشخص عما هو به من الحال ولا اثرت فيه صحبته بوجه فهو شاهد له على فناء نفسه. يعني بيتصوروا، بيقول لك تصور نفسك انك انت امامك شخص في غاية الجمال، وبعدين بعد كده اقعد في اورادك واذكارك، فان شغلك جمال هذا الشخص عن اورادك واذكارك وما انت فيه يبقى انت بشاهدي هذا الشخص، انت مشغول بيه مش بما انت. لكن لو لم يشغلك جماله وجمال صورته عما انت فيه من وجودك مع الحق فقد فنيت عما سوى الله. ادي المعنى، يعني هو عايز يعرفك يدي لك صوره يعني كده. فان كانت بشريته ساقطه عنه ولم يشغله شهود ذلك الشخص عما هو به من الحال ولا اثرت فيه صحبته بوجه فهو شاهد له على فناء نفسه. يبقى ده شاهد طالما ما تاثرش بالجمال اللي امامه عما هو فيه، يبقى فنت نفسه، لان نفسه بتتشوف ولها شهوة، فإن لم يشغله هذا يبقى لا شهوة له، يبقى فنت نفسه، واضح؟ ومن أثر فيه ذلك فهو شاهد عليه في بقاء نفسه. ولو أثر في هذا الجمال، لأن تملي الإنسان طالما نفسه قوية هي تحب الجمال، تحب الجمال لأن من شهوتها هذا، فطالما نفسه قوية وأثرت فيه يبقى لسه نفسه عايش، يبقى إيه ده؟ شاهد على بقاء نفسه. يبقى هذا الجمال الذي أمامه المتصور أمامه إما في صورة شخص أو صورة أو منصب أو أي شيء من هذه الأشياء، لو أثر فيه
ليل نهار كأن دليل ان نفسه تعلقت به، يبقى نفسه ما زالت بقي. فان لم يؤثر به واداله ظهره. شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه جبال مكة تكون له ذهب وبيد غير تراب؟ ابى، لانه بشاهد الحق، لان غناه بالله وليس غناه بالذهب ولا بالمال. لان لو كان غناه بالذهب يذهب، ولكن غناه برب العالمين. وعرض عليه هذا الامر وهو في اول بدايات حياته صلى الله عليه وسلم في البعثة، وكان محتاجا لهذه الاشياء من حيث النظر المعتاد لاستعمالها في الدعوة مثلا. فلو طلبها يعني لا يعاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا شهوة له اصلا، فلم تتطلع قلبه الى اي شيء سوى الله، فابى صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ده اكبر دليل على ثناء نفسه صلى الله عليه وسلم، فلم يتطلع لشيء، بل الذي عرض عليه هذا الشيء هو رب العالمين سبحانه. يعني حتى لو اخذه لا بأس به، ولكن بالرغم من هذا لا يتشوف الا الى الله عز وجل. عشان تعرف المقام المحمدي عالي، المقام المحمدي اعلى مقام على الاطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. وقيامه بأحكام بشريته إما شاهد له أو شاهد عليه. يا إما بقى لما يقوم هو بأحكام بشريته اللي هي قيامه بالشهوات وبالرغبات، فإن قام على خلافها فهو شاهد له، وإن قام على وفقها فهو شاهد عليه. فهمت؟ وعلى هذا حمل قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي ليلة المعراج في أحسن صورة. في أحسن صورة هنا تعود على الله، هو ربنا ليه صورة؟ يعني حال كوني في أحسن حال، في أحسن إدراك، يعني وأنا في أحسن صورة، يعني في أحسن إدراك، في أعلى إدراك ممكن. فلما وصلني لهذه الإدراك العالي الذي سماه النبي أحسن صورة، لأنه هو مصور، نبينا مصور، لأن الله يصور سبحانه وتعالى، فالمصور هو النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول رأيت ربي ليلة المعراج في أحسن صورة، أي أحسن صورة رأيتها تلك الليلة لم تشغلني عن رؤيته تعالى. بل تنفع كده برضه، بل رأيت المصور في الصورة والمنشئ في الإنشاء، ويريد بذلك رؤية العلم لا إدراك البصر. وإن كان معلوم إن ده برضه ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه على الراجح في الإسراء، ايضا رؤية تليق بمقام الله عز وجل، لان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وانها رؤية بغير مسافات، وانها رؤية بغير ادراك واحاطة، ولكنها رؤية تليق بالله وتبين مقام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انه لا احد من الخلق رأى الله في حال الدنيا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ليبين مقامه فقط. لكن أهل الدنيا كلهم لم يستطيعوا أن يروا ربهم، حتى المصطفون منهم سيدنا موسى ما قدرش، لما طلبها حتى ما قدرش. سيدنا جبريل يقول لرسول الله: أنت إن تقدمت اخترقت، وأنا إن تقدمت احترقت، فحرمها حتى سيدنا جبريل وهو من عالم الغيب. فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي استطاع، يعني جعله الله مستطيع لهذا ورقى إلى هذا. فأدي أحسن صورة، يعني أحسن إدراك، أحسن مقام، أحسن حال، بحيث أن هذا الحال وصل من الحسن أنه استطاع أن يدرك ما لا يدركه غيره، والله أعلم. ما برضو رأيت ربي في المنام، يعني إيه رأيت ربي؟ يعني رأى، يعني نوع إدراك يحدث له، نوع ادراك في المنام، ان هو كده الهاتف ده من الله يستولي عليه. لان الرؤية اذا استولت على الانسان بحيث انها فنى عنه كل شيء فتبقى دي رؤية حق. واذا سمع كلاما استولى عليه فسمعه من كل جسمه لا باذنه فكان كلام حق. وعشان كده الهواتف الحقية تجدها نابعة من داخلك، من جواك، من كله، ما تسمعهاش بودنك، تسمعها بكلك. كذلك هذه الرؤى. وعلى أي حال كل الكلام فيها كلام تقريبي، لكن لا تدركه إلا لما تمارسه في الآخرة.
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لأن نفس الكلام حجاب، نفس الكلام والتعبير نفسه حجاب عن المعنى، خد بالك. هو يحاول يقرب المعنى، وبقدر ما يقرب المعنى هو بيحجبك عن المعنى. يعني هدي لك مثال، انا ما اقعد اوصف لك حلاوه المربى، كل ما اكلمك فيها كتير كل ما بحجبك عن حلاوتها الحقيقيه. انا عايز احسسك بحلاوتها لان انا دقتها وانت ما دقتهاش، فاقول لك شوف انت دقت المشمش، يقول لي اه. عارفه لما يبقى حلو قوي بس ما فيهوش لذوعه، اقول لك اه هي قريبه من كده شويه، واسكت شويه اقول لك طيب بقول لك ايه، انت دقت الموز لما يبقى معسل شويه ولما يبقى مش عارف ايه، هي بتبقى احلى من كده شويه وقريبه من كده شويه. فكل ما اقعد اوصف لك كل ما بحجبك اكتر عن الحق. فهمت بقى معنى الكلام؟ وعشان كده الكلام حجاب اكثر منه موصل، ولكن انت تشمر عن ساعد الجد، فربك سبحانه وتعالى يديك الذوق. فاذا اعطاك الذوق يكفيك الاشاره، مش الكلام كمان، تكفيك الاشاره. النفس، ومن ذلك النفس، والنفس ليها معاني كتيرة بقى. النفس دي ليها معاني كتير، قد تطلق على الحقيقة والماهية. يقول لك أنا جيت لك بنفسي، مش كده برضو؟ يعني على حقيقتك ماهيتك. يبقى النفس تطلق على الحقيقة والماهية، وتطلق أيضا على الدورة الدموية. يعني الدم نفسه يسمى نفس. يقول لك ما لا نفس له سائل، يعني ما ليست له دورة دموية، مش كده برضو؟ فيطلق على الدم اللي بيجري في الانسان. ايه؟ يقول لك سالت نفسي، يعني نزفت، مش كده برضو؟ يقول لك سالت نفسي مني، يعني جرحت ونزفت. فهم؟ يبقى يطلق ايضا على الدم، ويطلق ايضا على الشخص المعين. اقول لك انا شفت الدكتور علي جمعة نفسه، يبقى على شخص معين. واحيانا تطلق بقى على معنى تاني اللي هو بقى عايز يكلمك عليه النهاردة، اللي هي الصفات المذمومة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. فالنفس في كتب الصوفية هي المذمومة، هي الصفات المذمومة. فهمت إزاي؟ معنوية خالص، حاجة معنوية. هو ما يقولكش بقى كده، يقولك ساعتها بقى الروح السر يرقيها، يسميها حاجة تانية، يسميها أي حاجة تانية. برضو دي كلها اصطلاحات، اصطلاحات حاجبة، لأن الإنسان في عقل وقلب ونفس وروح وسر، هل كلها لشيء واحد ولكنه بمدارك مختلفة يترقى ويأخذ اسم جديد، ولا هي أشياء متفاوتة؟ هي دي المشكلة. بعض العلماء قالوا ده شيء واحد وبياخد بيتفاوت حسب إدراكاته. فالنفس إذا صفت ابتدت تقاومها، واخد بالك، بقت لوامة، واللوامة متقلبة فصارت قلبا. وبعدين لما تحسنها وتمشي مع الخير اللي فيها وتقاوم الشر اللي فيها وتروضها ترق، فتصير بعد كده روح. وبعدين لما ترق خالص، او انت تسميها مطمئن، نفس مطمئنة سميه، غيرك يسميها روح. وبعدين لما ترق خالص تبقى يسموها سر. وبعدين لما ترق خالص خالص يسموها سر السر، وهكذا. في ناس بقى يسموها نفس ايه، لوامة، نفس الاول امارة وبعدين لوامة، واللوامة درجات. ده نفس اللوامة دي درجات، في نفس تلوم على فعل الكبائر وما تلومش على فعل الصغائر. طالما انت بعيد عن الكبائر ما تلومكش، تقعد تعمل صغائر للنهار ولا حاجة، مبسوط عادي، ما تلومكش. وبعدين في نفس تلومك على الكبائر والصغائر، وفي نفس تلومك على المكروه. يعني حتى المكروه تبتدي تلومك عليه، يبقى دي درجة أعلى. وبعدين في نفس تلومك على ترك الواجب وما تلومكش على ترك المندوب والسنة. في نفس تانية تلومك على ترك المندوب والسنة لأن الواجب ده بديهي لازم أعمله. وبعدين في نفس تلومك على ترك هذه الأشياء
بعملها بدرجة عالية من الإحسان، فيبقى بيعمل الصلاة وسننها، لكن تلومه عشان ما صلاهاش في الوقت الأول في الجماعة الأولى، ما أدركش تكبيرة الإحرام، يبقى درجات كبيرة بقى، يبقى النفس اللوامة دي شغلانة كبيرة بقى، دي مش حاجة واحدة، دي ممكن تبقى ملايين النفوس. فهمت ازاي؟ فدي درجة كبيرة من نفس اللوامة من هنا لإسكندرية، كل دي نفس اللوامة. فهمت ازاي؟ فشغلانة كبيرة. بعد كده لما تبطل بقى خالص تلومه وصارت خلاص بقى ايه ماشية على الصراط المستقيم تماما، فتبتدي تهدأ نفسه، فصير مطمئنة. اطمئنت بقى واستقرت خلاص لأصلها. ففي الحالة دي نسميها احنا روح. فطول ما هي لوامة متقلبة قلب. فهمت ازاي؟ لكن اول ما تطمئن بقت روح، سكنت. سكنت الى عالمها الاصل، تبقى روح بقى خلاص. واخد؟ او سميها انت نفس مطمئنة. فبعد كده تبقى راضية، تبقى سر بقى. بعد الاطمئنان ترضى، تقول ايه ده؟ ده مفيش احلى من كده. تبقى راضية خالص بقى. تبقى ايه؟ تبقى راضية. تبقى يسموها سر بقى. بعد كده تبقى مرضية من الله، بقى السر السر، فتصير نفسه مرضية يعني من الله، هبة بقى ربنا رقاها جذبها إليه، فبعدما كانت راضية بذاتها صارت مرضية من الله. فهم؟ فدي كلها درجات برضو، دي كلها برضو تفاوتات في التعريفات والإدراكات لحاجة واحدة. كبر مخك تلاقي الحكاية سهلة، الحكاية مش معقدة ولا حاجة، لكن انت لما تفهم المعنى عبر عنه بأي طريقة. بالنسبه للنفس ايوه عذاب الامر الواقع على النفس والواقع على الروح، لا على الروح والجسد. الروح ليها تعلق بالجسد في القبر، كويس. فالجسد الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه كسرها ميت ككسرها حي، تؤلمه، مش كده برضو الاحاديث كده؟ يبقى الجسد مازال حتى بعدما تفتت وتشربته الارض ما زالت هذه الذرات لها وجود، فيقع العذاب على الروح وعلى هذه الذرات الاثنين مع بعض. فهمت ازاي؟ بس سهلة. وربنا سبحانه وتعالى يعني يعجزه انه يعذب البني ادم بروحه وجسده اللي هو تشربته الارض يعني. لكن قال الروح مشرفة ومنسوبة الى الله سبحانه وتعالى، بس مخلوقة. هتيجي الوقت الروح، هتيجي الروح، خلينا في النفس حاجة حاجة. ما بتكلم على النفس. طب ما نخلص النفس والروح والسر نتناقش، لأن ممكن تلاقي الإجابة. نفس الشيء في اللغة وجوده، وعند القوم ليس المراد من إطلاق لفظ النفس الوجود ولا القالب الموضوع، إنما أرادوا بالنفس ما كان معلولا، مريض يعني، العلة اللي هي المرض يعني، ما كان معلولا من أوصاف العبد ومذموما من أخلاقه وأفعاله. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس على الإنسان أعدى من أعدائه الخارجيين، دي الحقيقة. ألا ترى أنك لو صلحت جميع أعدائك تتجنب إساءتهم، ولو صلحت نفسك أهلكتك. يبقى هي أشد من العدو الخارجي. العدو الخارجي لما تصالحه تتجنب إزائه، والنفس لما تصالحها تهلكك. يبقى جهاد النفس أشد من جهاد العدو. فهمت بقى المسألة بقى؟ علشان كده جهاد النفس أشد. والعجيبة فيها أنها دواءها عين دائها. دواءها عين دائها. داوني بالتي كانت هي الداء. داءها الشهوة. ودواءها كسر الشهوة. بس فهي كده، فواضحة. دواءها التعلقات، داءها التعلقات، ودواءها قطع التعلقات. فيعني داءها بيدل على دواءها. يبقى ربنا ما توهكش. يبقى ربنا رحيم بيك. لما دخلها خلاها متغلغلة جواك وخلاها بهذه الخباثة، خلى دقها واضح وعلاجه واضح، انت نفسك عارفه، مش محتاج لدكتور ولا تروح لدكتور يشخصه لك كمان. كل ما تقدر اعرض الامر على نفسك،
إن كان صعبا على نفسك فاعمله، وإن كان سهلا وحتى لو من الطاعات ابتدي فكر ايه اللي سهلوا عليها الخبيثة دي، ده في مشكلة. وراعيها وهي في الاعمال سائمة وهي استحلت المرعى فلا تسي. يبقى اي طاعة من الطاعات غير التي فرضها الله على الانسان، لان دي لا تناقش فيها ولا تعرض على النفس، لان دي تعرض على العقل مكلف عليك ان تفعلها. نحن نتكلم في الطاعات التي لا تكليف فيها، يعني انت مخير بعد فعل الواجبات مثلا والسنن المندوبات ان تعود مريض او تصوم او تذكر ربك او تقرأ قرآن او تسعى في طلب الرزق او تسعى في طلب العلم، يعني قدامك اختيارات كثيرة وكلها طاعات. اعرض هذه الطاعات على نفسك، الاصعب على نفسك من اعملها، هي دي اللي هتوصلك، والاسهل على نفسك منها دي مش هتوصلك. فهمت ازاي؟ ادي الطريقة. طب اللي فتح لك باب طاعة، طب ما هو ده بيعتبر فتح. ده وارد بقى، بيبقى حاجة ما تعرفش تقاومها، دي بتبقى حاجة وارد حقي. دي تمشي معاه، مش من النفس. دي تبقى وارد حقي. كده نفسك مجبور كده. ثم إن المعلولات من الأوصاف، ثم ان المعلولات من اوصاف العبد على ضربين. نخلص بس الحته دي، احنا عايزين نخلص الرساله القشيريه. لا معلش اقفلها، خلينا نخلص الواجب اللي علينا. معلش يا دكتور بعد اذنك، النفس اللي زي. طب ما هو هنا هنفرق يا اخي، النفس دي رزل قوي، حتى لما نيجي فيها نقعد تترزل علينا. الله يخرب بيتها مطرحها. طيب خلاص خلينا نخلص منها. لا ما نخلص، ما هو عشان نخلص منها لازم نتكلم. طيب اقفل يا ابني، سهله يا ريت امسك. يلا هنفرق ما بين مجاهدتها والوساوس والاوهام، يعني ممكن تكون هي عايزه نور، مع الشكرة بتدعي تقول اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في بصري ونورا في عن يميني ونورا من شمالي، اللهم اجعل لي نورا. والذين اتقوا يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم يجعل لكم فرقانا. الفرقان اللي هو هيحيي ايه؟ الفرقان ده هيبين لك الامور دي كلها اللي انت محتار فيها. الفرقان ده من الله مش من عند انا. ما هو من الله، يعني مثلا هل هيجي مثلا في درس يجي في خاطر يجي في وارد يجي في اتباع شيخ يجي زي ما يجيش، يجي ما يجيش ما نعرفش، يجي ازاي ما نعرفش، قد يجي عن طريق ارشاد شيخ، وقد يجي عن طريق رؤيه، وقد يجي عن طريق خاطر يهجم عليك تلاقي نفسك مش قادر تقاومه. لان الله سبحانه وتعالى يرزق من حيث لا يحتسب العبد، لان دي كلها ارزاق للارواح. فهمت؟ انت بس ايه، مد ايدك واشتغل وروض نفسك وابتدي امشي، وبالتدريج هتلاقي نفسك بطريق حبه بحبه. انما ما نفضل قاعدين كده نقعد نتناقش واحنا ما سلكناش الطريق، واخد بالك، مش هنوصل لحاجه. احنا قلنا لك ان ربنا سبحانه وتعالى فرض على العباد، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ريح الناس، قال لهم كده: ان الله افترض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تنتهكوها، وحرم اشياء فلا ايه فلا تفعلوها، وحد حدود فلا ايه فلا تقربوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء غير نسيان رحمة لكم فلا تسألوا عنه. مد ايدك بقى، انت عارف الحدود وعارف الفرائض وعارف المحرمات، ابتدي مارس بقى واشتغل. بعد كده لما ابتدي تشتغل هترتقي من النفس الامارة الى النفس اللوامة، ومن النفس اللوامة التي تلوم لفعل المعاصي إلى النفس اللوامة التي تلوم على عدم فعل الطاعات، والطاعات درجات، وتبتدي ترتقي. انطلقت بقى وانت في السكة هتحتاج بقى ساعات تغير فردة كاوتش، تقوم ايه تتعلم، تحتاج تزود بنزين، تقوم تقعد تاخد ذكر وتقعد في مجلس سماع علشان تاخد همة، واخد بالك ازاي. هتحتاج تروح عن نفسك شوية عشان تقعد في كافيتيريا كده تاكل لك سندوتش وتستريح في الطريق الى الله، تقوم تلاقي مثلا مجلس علم تقعد فيه، وهكذا، روضة من رياض الجنة، وهكذا. لكن ابتدي الاول مارس واشتغل، مش تقعد بقى قاعد كده وترازي في الناس، واخد بالك، وتسأل. مش هنوصل، مش هتأتي الامور دي الا بالممارسة، لان التصوف ده سلوك مش ثقافة، خد بالك، سلوك، علم وعمل، مش علم بس. اللي عنده العلم دي اسمه ايه؟ اسمه متصوف، مش صوفي. متصوف بس، يعني ده منسوب اليهم وليس منهم.
فهمت ازاي؟ لكن الصوفي تلاقيه يكفي القليل من الكلام ويبتدي يعمل بقى ليل نهار، وهيبان لك الحكايه دي لما تقرا بعد كده في المقامات كيف تحققوا بالمقامات تحقق عمل بقى ورياضه وممارسه ليل نهار لحد ما قدروا يوصفوا لنا الكلام ده، خدت بالك؟ ثم ان المعلولات من اوصاف العبد على ضربين يعني نوعين، احدهما ما يكون كسبا له كمعاصيه ومخالفات، يعني في من الاشياء المعلوله في النفس تكون كسبيه يعني زي المعاصي انت بتكتسبها بتعملها والمخالفات، ومنها اخلاق دنيئه طماع حقود حسود، عنده عدم رضا، عنده حب الظهور، عنده لؤم في الطبع خبيث، يحب يظهر ما لا يبطن، كل الحاجات دي اخلاق ذميمه بقى جوه، فهي في انفسها مذمومه، فاذا عالجها العبد ونازلها تنتفي عنه بالمجاهده، تلك الاخلاق على مستمر الايه؟ الماده ولا العاده؟ ها؟ العاده، اصل انا مكتوب عندي الماده. العاده. هتيجي بقى ايه في الابواب اللي احنا هنقولها؟ ان شاء الله، اه طبعا، بقيه الرساله كلها هتتكلم لك على الحاجات دي. بعد ما نخلص المصطلح اللي هي المنازل. ازاي المنازل دي سموها منازل ليه؟ الانسان لما ينزل عن الفرس ويقاتل العدو على رجليه يسموه ايه؟ نزال. مش كده برضو؟ يعني ليه نستبيع بقى؟ زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ عمل في حنين وعمل كده في احد، راح سايب حتى البغله اللي كان راكبها، راح نزل على رجليه وقال انا النبي لا كذب، انا ابن عدو المطالب، نزال تحدي، خد بالك ازاي؟ فيبقى المنازل سموها منازل لانها نزال بين النفس وبين الروح، واقفين قدام بعض بيفاتوا بعض مصارعه حره، واللي يغلب هينتصر في الاخر، فهمت ازاي؟ سموها منازل عشان فيها النزال. فهنيجي نتكلم بقى في المنازل دي ازاي تواجه نفسك، واخد بالك؟ في كل منزل تقوم تبتدي تتعلم حبه حبه، لكن مبدئيا انا بديك قاعده عامه، وانت في حياتك اعرض اي امر. يعني انا دلوقتي صديقي ده مريض هازوره، وقدامي بدل ما ازوره ان انا اقعد اراجع القران اللي انا نسيه اللي كنت حافظه ونسيته، اني اسهل على نفسي اعرض على نفسي كده هراجع يا عم انا لسه انا فيها نفس، يا عم اما تروح تزوره هتتفسح برضه وتشرب عصير قصب في السكه وتشوف الدنيا وتشم هوا، فتلاقي ان الزياره دي ما هو الاثنين شرع، الاثنين شرع. لا ما هو اصل هو هو بالنسبه له اللي انا عارف الازهريه ايوه ده بيعتبرها اقل من السنن، ده بيعتبرها يا سيدي اقل من السنن، ده انا بدي مثال للازهريه اللي انا عارفه عشته معاه، واخد بالك ازاي؟ مثال للواقع اللي هم فيه مش للشرع. فيقوم يبتدي ايه؟ يلاقي ان الاسهل له يروح يزور صديقه، هيشرب عنده كوبايه شاي ويكلم معاه بتاع، وطاعه برضه حلو، يروح ايه؟ رايح يزور صديقه، ويبطل يراجع قران. يبقى الاقرب الى الله هنا كان يقعد يراجع قران. هو ده يهلك نفسه بقى بالطريقه دي. فانت كل امر كده اعرضه على نفسك، وانت واخد بالك ازاي؟ ماشي كده. الاصعب على النفس اعمله. الصحابه كانوا كده، ولما تقرا في سير سيدنا عمر تلاقي كده، وسير الصحابه كلهم كانوا كده، كان يعرض الامر على نفسه، الاصعب عليه يعمله. بمرور الوقت بقوا حاجه اللي انت بتسمع عنه وتقول رضي الله عنه، بقوا تاج راسنا. ليه؟ ارتقوا بقى. فلو انت عايز تمشي في سكتهم بالطريقه دي، فده الاول، دي نصيحه عامه عموما، زي ما القصه اللي بتتقال ايام سيدنا عمر بن الخطاب، قالوا له ده في راجل راهب ولا مش عارف ايه ولا يهودي وبيعمل حاجات خوارق، ولما واحد يضيع منه حاجه يقول له ده عنده فلان وبتاع وبيخبر بغيب شغلانه، فسيدنا عمر خاف لحسن الراجل ده يفتن الناس ويهودي، فراح يزوره. فلما زاره بيساله بيقول له يعني انت وصلت للحكايه دي ازاي؟ قال له بمخالفه نفسي، بقى له 40 سنه يخالف نفسه، فلما خالف نفسه 40 سنه ربنا سبحانه وتعالى رقاه بالرغم ان هو ايه؟ يهودي،
فقام سيدنا عمر قال له: ألم تعرض على نفسك الإسلام؟ قال: أجرب. فعرض على نفسه الإسلام، فلقى نفسه قالت له: لا، تسيب دينك ودين أبائك. فراح إيه؟ راح دخل في الإسلام، خالف نفسه. فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عرضتها على نفسي فأبت فأسلم. على ديدن، يبقى مخالفة النفس توصلك لكل خير. تملي كده، دي الحقيقة. أيوة، زي ما قالوا عن سيدنا عمر، ما عرفش درجة وثوق هذا الخبر إيه، لكن سمعناه من مشايخ. يقول لك كان سيدنا عمر شافوه مرة ماسك ملح عادي يرقش، ويقول له: تاكل ملح ليه؟ قال: حدثتني نفسي أن آتي إلي بحلو، فجئت إلي بملح. يعني سمعناه من مشايخنا بس ما عرفش درجة، لم أقرأها، لكن هي بتبين لك برضو نفس المعنى ده، اللي هي إيه؟ مخالفة النفس. والقسم الأول من أحكام النفس ما نهى، ما نهي عنه نهي تحريم زي الكبائر والصغائر، أو نهي تنزيه زي المكروه. وأما القسم الثاني من قسمي النفس اللي هي الأخلاق المذمومة، يعني فسفساف الأخلاق والدنيء منها، هذا حده على الجملة. ثم تفصيلها: فالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال وغير ذلك من الأخلاق المذمومة. وأشد أحكام النفس وأصعبها توهمها أن شيئا منها حسن. أوحش حاجة في النفس وأشدها إن النفس تستحسن نفسها، إنك أنت تبتدي بقى إيه، تشوف نفسك إنك أنت مستحق شيء وإنك أنت بقيت حاجة. أول ما تقول أنا بقيت حاجة، اعرف إنك أنت ولا حاجة، خدت بقى؟ هي دي الحقيقة. أو أن لها استحقاق قدر. شوف ربنا بيقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا عد ذلك من الشرك الخفي. ومعالجة الأخلاق في ترك النفس وكسرها أتم من مقاساة الجوع والعطش والسهر وغير ذلك من المجاهدات التي تتضمن سقوط القوة. يعني معالجة الأخلاق الدنيئة أصعب من إيه؟ من معالجة القوة البدنية. وإن كان ذلك أيضا من جملة ترك النفس أيضا، بأنك أنت يعني تزهد. لأن مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله: أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال له: ازهد فيما عند يد الناس أحبك الناس، وازهد في الدنيا أحبك الله. يعني ازهد، يعني خد بقدر الضرورة، ما تشبعش. أي حاجة منها خدها من حلال وبقدر الضرورة، ما تاخدش تشبع. أي حاجة بقى، سواء حسية أو معنوية. ودي اسمها المجاهدات بقى. يبقى هاكل، أكل ما اشبعش، وإذا كلت ما أكلش إلا إذا كنت جعان، ولما أكل أكل من حلال. أنام بقدر الضرورة عشان ما أضيعش وقتي، واخد بالك؟ لأن النوم مطلوب، لكن بقدر الضرورة. يبقى كل حاجة في الدنيا أخدها أبقى زاهد فيها، يعني أخد بقدر الضرورة. هلبس أستر عورتي، يبقى أجيب اللبس المناسب لمقامي وسني وما أقامني الله فيه، ولكن مش بكثرة. يعني مش داعي اجيب البدله ام 2000 جنيه، اجيب البدله ام 300 جنيه، اجيب البدله ام 200 جنيه، اجيب البدله وهكذا. يبقى كل واحد بيبتدي يعني ايه، يختار من الدنيا بقدر الضروره اللي بيها يقدر يعيش فيها ويمارس حياته في صوره طيبه. يبقى هنا زاهد، هو ده الزهد. فهمت؟ ادي رياضه للنفس. حتى وانا بتوضى، شوف، ادي عباده، ازهد في الميه، اخد بقدر الضروره، لان لو اسرفت ما بقتش زاهد. حتى في العبادة مطلوب فيها الزهد. تصور، والرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات يقول لك: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، علشان النفس شارهة. حتى لو أطلقتها في مجال العبادة شاره كمان، لا، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، لأنك عايز تبقى زاهد في كل حاجة. ليه؟ حتى لا تكون معتمد إلا على الله، لا على حرصك ولا على جهدك ولا على أي شيء. وإن كان ذلك أيضا من جملة ترك النفس. ويحتمل أن تكون النفس لطيفة مودعة في هذا القالب، هي محل الأخلاق المعلولة. يعني بيقول لك يحتمل أن النفس تكون لطيفة. لطيفة يعني شيء، يعني جوهر، يعني جوهر لكن غير مرئي، ولا هي عرض؟ يعني هل النفس أو الروح جوهر ولا عرض؟ الراجح أنها جوهر، جوهر لطيف الراجح. وبعض العلماء قالوا عرض زي الفلاسفة، وبعض علماء أهل السنة توقف، قال: احنا ملناش، يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي، ملناش دعوة.
لا نقول عرض ولا جوهر ولا نقول حاجة خالص، احنا ملناش دعوة. في مذهب كده توقف، والراجح انها جوهر لطيف، يعني جوهر لطيف مخلوق، لطيف يعني لا يرى، يعني انت ما تقعد جنب واحد وروحه بتطلع بيموت بتشوف حاجة طالعة منه؟ بتشوفش حاجة طالعة، يبقى لا ترى، ادي معنى اللطافة اللي فيه. معنى ان كانت من عالمها لا شك ان مثلا الملك الموت بيرى الروح بيقبضها، يبقى بيراها هو شايفها، بالنسبة له محسوسة، يبقى بالنسبة الروح بالنسبة لملك الموت شيء محسوس شايفه يروح يقبضه، وكل ما تفلت منه يجيبها حتى من ضوافر رجله. فهمت ازاي؟ يبقى بيشوف. كما ان الروح لطيفة مودعة في هذا القالب هي محل الاخلاق المحمودة. يبقى خد بالك ان حسب ادراك المسألة تاخد الاسم. اذا كنت تتكلم على الاخلاق المذمومة يبقى ايه؟ مودعة في لطيفة تسمى النفس. وان كنت تتكلم على الاخلاق الحميدة المحمودة فهي مودعة في لطيفة تسمى الروح. فهمت ازاي؟ وتكون الجملة مسخرا بعضها لبعض والجميع انسان واحد. يعني يكون الجسم بقى كله ده، الجسم الكثيف ده مسخر للروح ومسخر للنفس، يعني صالح انه يعمل الاخلاق المذمومة وصالح انه يعمل الاخلاق الحميدة، فهو مسخر للاتنين. اللي يسمع كلام يعني بس تأمره يسمع كلام. وكون الروح والنفس من الاجسام اللطيفة في الصورة ككون الملائكة والشياطين بصفة اللطافة. هل انت بتشوف الشياطين؟ بتشوف الملائكة؟ لكنها اجسام. كذلك ايه المانع ان تبقى الروح كذلك جسم لطيف لكن لا يرى، زي ما انت بتشوف الملائكة، عارف ان في ملائكة وشياطين لكن لا ترى. وكما يصح ان يكون البصر محل الرؤية والاذن محل السمع والانف محل الشم والفم محل الذوق والسميع والبصير والشام والذائق، انما هو الجملة الانسان كله مش كده برضو التي هي الانسان. فكذلك محل الاوصاف الحميدة القلب والروح، ومحل الاوصاف المذمومة النفس، والنفس جزء من هذه الجملة، والقلب جزء من هذه الجملة، والحكم الاسم راجع الى الجملة مش كده برضو راجع للكل يعني. ده واضحة، ده انا خلصتها عشان واضحة. ايه اللي عبارة هنا؟ لا ده هو ما هو سهل، هو بيبين اصل دي مصطلح هو بيعلمه لك، بيقول لك احنا بنتكلم على النفس نقصد الايه؟ الاخلاق الذميمة. الاخلاق الذميمة دي محتاجة وعاء، هذا الوعاء داخل الجسم ده نسمي الوعاء اللي هو بيحتويه نسميه النفس، والاخلاق الحميدة دي محتاجة وعاء عشان ايه يحتويها، هذا الوعاء ده نسميه ايه؟ الروح. والروح والنفس دول الاثنين دول جوه الانسان يكونوا الانسان نفسه على بعض، واخد بالك ازاي؟ وان هذا الجسم اللي قدامك الكثيف ده مسخر لدي او لدي، وهديناه النجدين مش كده برضو؟ سهله اهي. ده على منجرة ان هو الروح بتتلون على حسب الحر والمقام، لكن اللي قال ان هو الروح لوحدها والنفس حاجه ثانيه غير الروح ما تفصلش ما تفصلش، ده اختلطوا بقت عامله زي الليمونات. عارف الليمونات تطلع السكر والليمون والميه لوحدهم ولا كلهم بقوا مخلوطين في بعض؟ اهو انت ليموناتي. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. يعني اختلطوا على بعض كده. بحيث صعب تميز. وانت في حال الدنيا صعب تميز. اختلطوا خلطة سبحان اللي خلطهم. وكلها جواهر. جوهر يعني ايه؟ يعني مواد، مادة. يعني السكر مادة. والليمون مادة والميه مادة. ودخلت الجواهر في بعضها بقت جوهر جديد سميناه ليمونات، ما سميناهوش ميه ولا سكر ولا ليمون، سميناه اسم جديد. كذلك الانسان روح ونفس وجسد كثيف، عملناهم كده بقى الانسان مكون من الثلاثة دول. فهمت بقى المسألة؟ سهلة. يبقى انت ليموناتك كلمة السر ليمونات. اي دلوقتي بالنسبه للنفس في بعض الاحيان بتفضل حرب النفس بتحول الانسان لموسوس لدرجه ان هو بيمرض نفسيا. لا ما هو علشان كده في بعض النفوس محتاجه توجيه، علشان كده محتاج الشيخ اللي ياخد بايدك.
وإلا هتهلك نفسك أو هتستسلم أو هتصل لدرجة الاكتئاب أو لدرجة الوسوسة أو الجنان. بيقولوا الجرع الجذب. ما في أي طريق في منه ضحايا. أنت سافر من هنا لإسكندرية، طول الطريق تلاقي عربية مكسورة وعربية مقلوبة وناس ماتت ومستشفى اليوم الواحد وجرحى، لكن في ناس بتوصل. مش كده برضه؟ كذلك الطريق إلى الله. في الجرحى اللي أنت بتقول عليهم دول كلهم. واخد بالك إزاي؟ وفي ناس وصلت، أولياء متمكنين. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى هو اللي يوصلك. تسأل الله السلامة. هو بقى ياخد بقى الأسباب دي. الأسباب دي إنه يمشي على الشرع الشريف، يمشي على الشرع الشريف، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يبقى فيها الأمان. واخد بقى؟ إنما ما يروحش يلعب يوجا، يقول أنا بركب بربي نفسي، يوم يقعدوه عامل كده 10 ساعات، يقول له عشان يربي نفسه. واخد بقى؟ ما هو بيعملوا كده. يبقى هو لازم بقى في الطريق إلى الله يمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل الطرق مغلقة إلا عن طريق سيدنا رسول الله. يبقى أنا لو اخترت أي طريق تاني تربية للنفس، ما الهندوس والسيخ بيربوا في نفسهم بطرق بحيث أنه يروح خارم كده بالسيخ ما يخرج دم. واخد بقى؟ ولا يتألم. ما هو دي برضو نوع من الرياضة النفسية. وصل إلى درجة أنه هو خلى هذا الجسم الكثيف طيع له، أنه يعني لدرجة أنه ممكن يعمل لك إيده ويجيبها لك كده وهي سليمة، المفصل سليم ويعملوا لك كده. يعني صار جسمه الكثيف ده طيع له بكثرة الرياض. لكن احنا مش الهدف ان احنا نطيع الكثيف، احنا الهدف اننا نرقي اللطيف. فرق كبير. وعشان كده احنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لترقية اللطيف، فجاءت الناس دي قعدت ترقي الكثيف فخلطوا على الناس، فقال لك طب ما دول الناس وصلوا طيب من غير اسلام ولا حاجة، وصلوا ايه؟ لترقية الكثيف لا اللطيف. لكن احنا وصلنا باستخدام الكثيف لترقية اللطيف على سنة مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الطرق مغلقة الا طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو هيمشي في الطريق في الاول، لكن ايه؟ في الاوح ارشادية يقول لك كده الطريق الى الله وكده الى الجحيم. هو بقى اللي ماشي على سنة النبي يعرف يقرأ، يوم يمشي مع اللوحة الارشادية يوصل الى الله. اللي مش ماشي على سنة النبي ما يعرفش يقرأ، فيلاقي يقول لك مثلا هنا طريق متفجرات، يروح ماشي فيه لانه مش قاري، ينفجر فيه الطريق، يقوم ايه؟ يروح في داهية، زي ما انت شايف ناس كتير بتروح في داهية. ربنا ينجي. ومن ذلك الروح. عايزين نخلص الروح والسر بقى عشان ايه نقف على كده. الارواح. ايوه. لا لا، خلينا كده كويس مره في الاسبوع لما تبقى مرتين في كل اسبوعين. لا لا، ما هي كده. الروح الارواح مختلف فيها عند اهل التحقيق من اهل السنه. فمنهم من يقول انها الحياه، يعني عرض، يعني في ناس قال الحياه دي عرض، مش كده برضو؟ فيبقى في ناس قال الروح هي الحياه، يبقى ناس قالت ان الروح عرض، والعرض لا يبقى زمنين، ومعروف ان الانسان بيبقى ازمنه متطوله، يبقى ليست عرض. مش كده برضو؟ يبقى جوهر. وعشان كده الراجح انها جوهر. ومنهم من يقول انها اعيان، يعني جوهر مودعه في هذه القوالب، لطيفه لطيفه يعني لا ترى. اجرى الله العاده بخلق الحياه في القالب ما دامت الارواح في الابدان. طول ما الروح دايبه جوه البدن يبقى فيه المظهر ايه؟ حياه. المظهر حياه. اول ما تخرج الروح دي من البدن يبقى موت. كويس؟ دي سهله. فالانسان حي بالحياه، ولكن الارواح مودعه في القوالب. حي يعني بعلامه الحياه. والارواح ولكن الارواح مودعه في القوالب ولها ترق في حال النوم. يعني بتفارق الجسد مفارقة مع تعلق. خد بالك، مفارقة مع تعلق عشان يبقى نايم، لانه مفارقة بلا تعلق هيكبروا عليك 4، مش هيصحوك من النوم. فهمت ازاي؟ يبقى هي بتفارق مع تعلق، ولها ترق في حال النوم ومفارقة للبدن ثم رجوع اليها. طيب في حال الموت
بلا تعلق بقى، بلا تعلق مؤقت على فكرة لحد ما يتم الدفن، وبعد كده يرجع التعلق تاني، تفضل نظرتها على مكان جسدها ومكان دفنها لحد يوم القيامة. وإن كانت صالحة ياخدها الملك ويحطها في عليين، وإن كانت طالحة يحطها في سجين، وإن كان شهيد يحطه في حواصل طير. سهلة سهلة الحكاية دي، بس مش هو دي السنة قالت لنا كده، قالت لنا الأمور دي كلها. يبقى الروح تبقى في عليين إن كان من الصالحين، لكن لها تعلق بموضع دفنها وبجسدها، ويتنعم الجسد والروح في هذه الفترة بالتعلقات دي. الروح تاخد نعيمها وذرات الجسد ياخد نعيمه، كويس. واذا كان طالح يبقى تبقى في سجين مسجونة، ولكن ايضا لها تعلق بجسدها، فهي تأخذ نصيبها من العذاب وذرات الجسد يأخذ نصيبه من العذاب. وان كانت روح شهيد فهي في حواصل طير وايضا متعلقة بموضع دفنها، ولكنها تأكل من الجنة، واخد بالك ازاي، بتطير في الجنة لإكراما لأهل الشهداء. وأن الإنسان هو الروح والجسد، الإنسان بقى على بعضه كده هي اللمونات، فهمت ازاي؟ الروح والجسد، والروح والجسد مع بعض يتولد منهم النفس. يعني اتجوزوا بعض، الجسد ذكر والروح أنثى، اتجوزوا بعض أنجبوا ايه؟ النفس. فهمت المسألة بقى؟ النفس دي اللي تولدت منهم ليها عين على الروح اللي هي امها، وعين على الجسد اللي هي ابوها. الجسد شهواني، عايز ياكل ويشرب ويتغطى ويتمتع، فتلاقي عينها على الشهوة، وفي نفس الوقت عايزة ترضي امها اللي هي الروح اللي هي منها، فتلاقيها متنازعة بين الاثنين، فتبقى ايه؟ نفس لوامة متنازعة بين. فهمت الصورة؟ تقريبا، والله اعلم. طبعا، امال ايه؟ طب ما هو حي عند ربه، ما هو الكل، ما هو كل كده، لكن هو حياة لا ندركها نحن، وعلشان كده هو بياكل من الجنة، واخد بالك ازاي؟ ادي السبب. وأن الإنسان هو الروح والجسد، لأن الله سبحانه وتعالى سخر هذه الجملة، الجملة على بعضها بقى، الروح مع الجسد، الجملة دي كلها لبعض، بعضها لبعض، والحشر يكون للجملة. شفت بقى؟ بيخالفوا الفلاسفة، الفلاسفة قالوا إن الحشر روحاني، حتى الفلاسفة المؤمنين منهم اللي قالوا إن في بعث، قالوا إن البعث روحاني، لكن أهل السنة قال لك إيه؟ البعث روحاني جسماني للجملة، واضح؟ ادي كلامهم اهو. والمثاب والمعاقب الجملة، الجسد والروح، واضح؟ ده مذهب اهل السنة، واضح رائق. ايوه، يبقى الصوفية هم اهل سنة اهو، الصوفية يا جماعة اهل سنة، مش يقولك مبتدعة. والارواح مخلوقة، خد بالك بقى، الارواح مخلوقة، لان الحلولية اللي انتسبوا للصوفية وليس هم صوفية اصلا، اعتقدوا ان الروح قديمة وانها جزء من الله حل في الاكوان، فصارت الاكوان ما هي الا محل وجود الله، فقالوا بالحلول، معتقدين ان الروح قديمة والقديم هو الله، فطالما القديم هو الله والروح قديمة يبقى هي حتة منه، كأن الله يتجزأ، فقالوا بالحلول فراحوا في داهية. لكن اهل السنة قالوا لا، الروح مخلوقة. امال ايه النسبة؟ نسبة تشريف، ونفخنا فيه من روحنا، يعني الروح التي خلقناها فسماها، زي ما تقول انت عبد الله، نسبة تشريف، بيت الله، ناقة الله، مش كده؟ نسب تشريفية كلها، فكلها نسب تشريفية وليست نسب تبعيضية. فهمت المسألة؟ والأرواح مخلوقة، ومن قال بقدمها فهو مخطئ خطأ عظيم، اللي هو من الحلولية بقى. والأخبار تدل على أنها أعيان لطيفة، يعني أجسام وليست أعراض. ومن ذلك السر، آخر حاجة بقى إيه في هذا الجزء من الكتاب، علشان بعد كده هنتكلم على المقامات والمنازل. ومن ذلك السر،
يحتمل انها لطيفة مودعة في القالب كالارواح واصولهم تقتضي انها محل المشاهدة، كما ان الارواح محل للمحبة والقلوب محل للمعارف. وقالوا السر اللي هي الروح اذا صفت تماما بكل تعلقات الجسد صار ما سر، فهي درجة راقية من الروح. خلاص مفيش نفس، اصبح الروح سر. ايوه، لكن لما يبقى الجسد طيع تماما للروح تبقى روح، يبقى جسد روحاني. فهمت ازاي؟ اما يبقى طيع تماما للروح لمتطلباتها ولما تريده من فعل الخيرات، طيع تماما، فصار هذا الجسد روحاني. كويس؟ فاذا يبقى الجسد نفسه هو اللي ارتقى صار روحاني، لكن احنا بنتكلم في السر ارتقاء للروح ذاتها. فاذا ارتقت الروح صارت سرا، يبقى الجسد اذا ارتقى صار روحانيا، واذا ارتقت الروح صارت سرا. ان الروح من عالم الامر والجسد من عالم الحس. علامة ارتقاء الجسم ايه وعلامة ارتقاء الروح ايه؟ ان يكون من اهل التصريف، يصير وليا، يصير ولي. يعني ايه ولي لله؟ يعني يكون يعني تنفعل الاشياء له لانه صار خليفة بحق. ده سر ولا لا روحاني؟ ده روحاني. ايوه، لان غلبت عليه الروحانية والروح من عالم الامر، فيصير يأمر الاكوان فتنصاع لامره. ايوه، عالم السر. عالم السر ده عالم غير مدرك لنا، وهي ان الروح قبل ان ترتبط بالجسد اصلا ويكون لها تعلق به كانت ايه؟ اللي هو في عالم الذر. كانت سر. واخد بالك؟ فترجع لعالمها الاصلي اللي هو عالم المشاهدة الاصلي، الادراك الكلي. دي مرحلة ترقي للروح نفسها. يعني يسيب الدنيا وباللي فيها بكل ده كله ويبقى في سكة تانية. مش في سكة تانية، يرجع لأصله من حيث الإدراك الأصلي. أيوة، قبل وجود الأجساد. لما هيبقى لأن الروح أقدم من الجسد. كويس؟ الروح مخلوقة والجسد مخلوق، لكن الروح أقدم من الجسد. سينيور عليه. يسموها سينيور أقدم. يعني المفروض تترقى قبل منه. لو هما الاتنين في حتة واحدة يبقى هي الرئيسة بتاعته. فهمت ازاي؟ انا قصدي حضرتك، انا قصدي لو الجسد بقى جسد روحاني يبقى هينفع يقدر يكون فيكون والحاجات دي كلها دي ارضيه، لكن بالنسبه للسر السر ده حاجه بقى، حاجه فوق دي، حاجه فوق الاكوان. ايوه هو ده انا قصدي، ده مع المكون. ماليش دعوه بقى بالدنيا واللي فيها. السر مع المكون والروح مع الاكوان والمكون لها تعلقين، انما السر لا تعلق له الا بالمكون، وهو كلها حقيقة واحدة، لكن بتبص لها من زاوية مختلفة على حسب ترقيها. انت الذهب وهو لسه في الصخرة تبر، مش هو ذهب برضه؟ ذهب، لكن لما بتاخده وتبتدي تصفيه ويمر بمراحل التصفية المختلفة يبقى عيار 14 وبعدين 18 وبعدين كله ذهب، وبعدين عيار 21 وبعدين عيار 24، يبقى ذهب خالص وكله ذهب، لكنها بنتكلم على حاجه واحده، لكن بنتكلم عليها في صور تصفيات مختلفه. ادي المساله، مش حاجات مختلفه، ده هي حاجه واحده بس كل ما بتتصفى بتاخد صوره جديده. فهمت ازاي؟ نقرا بقى، عشان كده قلنا عايزين يوم تاني يا دكتور. نقرا بس. كثرة الكلام حجاب، انا قلت لك والله كثرة الكلام حجاب. حتى انت نفسك لما تيجي تقول ده راجل كلامانجي يا عم سيبك منه. صح صح. كثرة الكلام حجاب، ما قل ودل، لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهني، صلى الله عليه وسلم. وقالوا السر، وقالوا السر ما لك عليه إشراف، وسر السر ما لا اطلاع عليه لغير الحق. يعني كمان في حاجة اسمها سر السر، ارتقاء السر نفسه، لأن لا نهاية للترقي. أصل أنت فاهم أن الحكاية ليها نهاية، ما لهاش نهاية. إذا كانت أم كلثوم بتقول حبك ملوش نهاية، ما هو صح؟ خلاص
حب الله ملوش نهاية. فهمت المسألة؟ فلا نهاية للترقي، لا نهاية للترقي. هي المسألة كلها. يبقى السر إذا ارتقى، يبقى الروح إذا التقت بقت سر، السر إذا ارتقى بقى سر السر، ارتقى سر السر بقى سر سر السر، وأنا سر سر السر سر سر السر، وهكذا. هنقعد بقى نعمل يوم ثالث عشان نقول لك سر 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 سر. فلا نهاية للتجليات ولا نهاية للترقيات، أنت مع رب كريم. فهمت إزاي؟ بس. وكلما افتقرت إليه كلما من عليك، وكلما كنت متمسكنا إليه كلما تصدق عليك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هيتصدق عليك، يتصدق عليك بترقية، كل ما تفتقر يرقيك، كل ما تستشعر أنك فقير وتضطر إليه يزيل اضطرارك، فإذا أزال اضطرارك اضطررت أكثر، لأنك طماع يا أخي، وربنا خلقك بهذه الصورة عايزك تبقى كده لأنه كريم يريد أن يظهر العطاء سبحانه وتعالى. التكليف نفسه تشريف، لكن في الدنيا يسمى تكليف وفي الآخرة يسمى تشريف. اسمها عبادة تشريفية، عبادة تشريفية. لأن مثلا في هو أنت في الجنة هتبقى مكلف، ما أنت هتعبد ربك برضه في الجنة، ولا أنت يعني هتمشي على حل شعرك؟ هتعبد ربك برضه في الجنة، لكن هتبقى إيه؟ عبادة تشريفية غير مكلف فيها، كما تلهم النفس. أنت دلوقتي في الدنيا بتعمل حساب نفسك طالع نازل؟ لا. أو أنت بقى في الجنة هتلاقي نفسك بتعبد ربك زي النفس ما بتعمله كده تلقائي، عبادة تلقائية كده. فهمت إزاي؟ فتلاقي نفسك عابد لله في كل لحظة كما أنك تتنفس في كل لحظة. فهمت إزاي؟ فلا تغفل عنه في كل لحظة. مين قال ده؟ في الجنة نفسها فيها ترقي. هو أنت في الجنة يعني هيوقف الترقيات؟ ده كل تجلي أرقى من التجلي الذي قبله. وربك سبحانه وتعالى كل يوم جمعة من أيام الجنة يكشف عن وجهه فيدركها للجنة إدراك غير الإدراك اللي قبله، كل مرة بإدراك جديد، كل مرة بتجلي جديد، كل مرة إلى ما لا نهاية. وانت فاهمها الحكاية إيه؟ تكرار يؤدي إلى الملل، وربك عارف إنك ملول، يوم يديك غذاءك في كل لحظة فلا تمل أبدا. واضح؟ افهم. طيب. وقالوا السر ما لك عليه إشراف، وسر السر ما لا اطلاع عليه لغير الحق، وعند القوم على موجب مواضعاتهم يعني اصطلاحاتهم ومقتضى أصولهم السر ألطف من الروح. زي ما قلت لك الذهب كان تبر مخلوط بجميع أنواع الصخور، بعد ما رقيناه بقى بدل ما هو مخلوط بعشرين صخر بقى مخلوط بنوعين بس، وبعدين بقى مخلوط بنوع واحد، بعد كده بقى مش مخلط بحاجة، بعد كده بقى منور، بعد كده الأنوار بتزيد، وهكذا. فهمت بقى المسألة؟ لما يوصل السر يبقى ماشي لوحدها. ومقتضى أصولهم السر ألطف. أيوة طبعا، خلاص خلاص اتربت، ما هي ما تترقاش إلا كده. ومقتضى أصولهم السر ألطف من الروح، والروح أشرف من القلب. ويقولون الأسرار معتقة عن رق الأغيار من الآثار والأطلال. يبقى ليست لها علاقة بإيه؟ بعالم الحس خالص. ويطلق لفظ السر على ما يكون مصونا مكتوما أيضا بين العبد والحق سبحانه. يبقى السر له معنيين عنده، معناه يعني السر اللي بيستعمله الناس يقول لك حاجة مكتومة، ما يكون مصونا مكتوما بين العبد والحق سبحانه في الأحوال، وعليه يحمل قول من قال أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم. يعني علاقتنا بالله وما بيننا وبينه يعني بكر لا يفتضها وهم واهم، يعني لا تدرك بوهم الواهمين. ويقولون صدور الأحرار قبور الأسرار، وقالوا اللي هي المعارف يعني، وقالوا لو عرف ذري سري لطرحته. الذر يعني الصدر كده او حاجة تحت الصدر، يعني ايه؟ يعني كأن السر ده لا اطلاع عليه خالص. فهذا طرف من تفسير اطلاقاتهم وبيان عباراتهم فيما انفردوا به من الفاظ ذكرناها على شروط الايجاز
ونذكر الآن أبوابا في شرح المقامات التي هي مدارج أرباب السلوك، ثم بعدها أبوابا في تفصيل الأحوال على الجد الذي يسهله الله تعالى بفضله إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت.